لو الحكاية فيها إن فيجو. اسمي إبراهيم حسين مهران من محافظة المنوفية شبنتكم. ليا أخ شقيقي صغير سافر إلى دولة ليبيا في 24/12/2005 وفي 30/12/2005 توفت والدته وكان آخر اتصال لأخي، ومن ساعتها الأخبار انقطعت عنه وإحنا تلاهينا في ظروف الوفاة وكده لمدة أكتر من 40 يوم. بعدها اشتكينا للخارجية واشتكينا لرئاسة الجمهورية ان احنا عايزين نعرف اخويا، انقطعت الاخبار عنه وما نعرفش عنه حاجة وكده، وما جبناش رد لحد ما قعدنا نبعت شكاوي حوالي 3 سنين أو 4 سنين تقريبا، من 3 سنين لـ4 سنين. ولما يئست خالص سافرت ادور على اخويا في ليبيا، ومجرد السؤال على اخويا حصل معايا ظروف غريبة، جوازي اختفى، أمور حصلت معايا مش مظبوطة، نزلت بلغت الجهات المعنية ومش عارف. أنا بطلب السلطات الليبية يا إما إذا كان أخويا ميت يقولوا لنا أخوك ميت، إذا كان أخويا مسجون عايز أفهم أخويا راح فين أو جه منين، مش عارفين حاجة.